زوجة طبعا وأم لبنت وولد. مطبخ لما تكون الغزالة رايقة، مش دايما بس أحب أطبخ. أحب أتفرج على أفلام، أحب أقرأ، أحب أسمع مزيكا، أحب السفر جدا. بس بحاول على قد ما أقدر نعمل كل ده وأنا مش بشتغل. أحب أقضي وقت مع أولادي على قد ما أقدر، أحب أقرأ على قد ما أقدر، أحب أسافر لو في فرصة، أحب أتفرج على أفلام. ما أحبش ألعب رياضة بس بضطر ألعبها، يعني مش من هواة الرياضة خالص بس يعني مجبرة أني ألعبها أحيانا. بس أنا حسابي على إنستغرام شخصي، لازم ريكوست. عندي بيج على فيسبوك صراحة بس أنا مش بتفاعل عليها خالص. أنا بصراحة مقصرة قوي في الحكاية دي، مقصرة جدا، ما بعرفش أقول إيه وما بعرفش، يعني خيبة شوية. بصي بنتي لسه بس السنة دي مكتشفة أنها نفسها تمثل، فكانت عايزة تدخل مسرح في الجامعة وبعدين ما تقبلتش لسبب ما، زعلت شوية بعدين خلاص. يعني هي يعني مش غاوية قوي بس نفسها تكتشف نفسها، فإن شاء الله السنة الجاية كده ممكن تدخل مسرح في المدرسة تكتشف إذا كانت تنفع ولا ما تنفعش. أنا سايبها براحتها، يعني هي بتكتشف روحها. هي كانت من بقى لها فترة غاوية إخراج، نفسها تخرج ونفسها تخرج أفلام وثائقية كمان. فكل شوية تعرف السن ده وكل شوية بيغيروا يعني اهتماماتهم. لا هي طبعا مش تدخل المجال دلوقتي أكيد، بس أنا مش حكرة يعني، مش بفرض عليها حاجة، هي حرة يعني. بس ما تكبر وتاخد شهادتها وتدرس اللي هي عايزاه بعد كده تبقى تشوفها، مش دلوقتي خالص خالص. أنا يعني ضد إن ولادي هم صغيرين يخشوا مجالهم، لما تكبر بقى إن شاء الله كده وتبقى تعرف تاخد بالها من نفسها وتعرف تاخد قراراتها بنضج يعني وتبقى قرارات سليمة، هنشوف بقى ساعتها، هنشوف كده ندرس مع بعض الموضوع. انا بحاول ان انا ابقى صاحبه ولادي، يعني احنا اصحاب، يحكوا لي انصحهم على قد ما انا شايفه، انا وباباهم طبعا، انا مش لوحدي يعني، ما اقدرش اخد المسؤوليه دي لوحدي. بحاول انه يعني ما اخوفهمش من حاجه، ما عملهمش قهر الحاجة يعني، ما كبتهمش في حاجة. اللي عايزين يكتشفوا ويكتشفوا وإحنا معاهم وإحنا في ظهرهم، بس بنتعلم نبقى أبهات وأمهات في عيالنا الصراحة. يعني إحنا ما تولدناش أمهات وأبهات. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد العوالي. www.washwasha.org